ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنتكلم على توقعات شهر مايو لأصحاب برج الأسد في عام 2019. أصحاب برج الأسد يمكن كانوا بيعانوا الفترة اللي فاتت في حياتهم، سواء في العمل أو العاطفة أو مشاكل نفسية. عندهم الشهر ده هيكون عنده المشاكل اللي في العمل بدأت ان هي تتحل، ده هيخلي اثر النفسية عنده تبقى شوية اهدى، لان هو كان عنده زي اللي بيحارب مع نفسه عشان يقدر يوصل لعمل كويس او يقدر يوصل في عمله لمركز كويس. عنده هو شوية ما بيعرفش في الدبلوماسية، يعني في عمله الناس بتبقى محتاجة الدبلوماسية في الكلام، محتاج ان هو يتكلم كلمتين كده حلوين عشان يمشي شغله. هو جريء وجامد اكتر من ان هو يدي شوية دبلوماسية في الحوار. يعني طبعا ليه المرأة والرجل الاسد هما الاثنين ما عندهمش حتة اللغة الحوارية الحلوة، يعني ان هما يبقوا دبلوماسيين في الكلام. وعلى فكرة دي على قد ما هي بتبقى عيب ممكن بالنسبة للناس، لكن هي ميزة لان هو ده صراحة، فهما يمكن صراحة عمليين اكتر، ما بيعرفوش في اللوع في الكلام. مش مقصودش ان الدبلوماسية معناها لوع، لا، يعني هما ما عندهمش، هما عندهم 1+1=2، فدي حاجة حلوة. فالناس لو فهمتها حلو فخلاص هو ده بالنسبة لهم كده، هم وصلوا اللي هم عايزينه. فنخلينا في التوقعات، هم عندهم كعمل الفترة اللي جاية هيحسوا ان هم اهدى نفسيا، وبيحاولوا ان هم يساعدوا ويدوا في عملهم اكتر، بحيث ان هم يوصلوا لمكانة اعلى وترقيات وزيادة مكافآت مادية. كتير من اصحاب برج الاسد عندهم ازمة مادية الفترة اللي احنا فيها، ومكمل معاهم للنص الاول من شهر مايو. بعد كده هيحصل شوية انفراجات مادية، هتكون من ان حد هيقف جنب الاشخاص او اصحاب برج الاسد، هيحاولوا ان هم يعلوهم او يرقوهم بحيث ان يحصل ليهم دخل مادي اكتر. بالنسبة لحياة برج الاسد عندهم شوية صراعات مع اللي حواليهم على قرارات خاصة هم خدوها، فبالتالي بيرجعوا يفكروا طول الوقت ان هم قرارهم هل كان صح او لا. عندهم نوع من الازدواجية، وهم ما عندهمش اساسا الازدواجية، هم عندهم 1+1=2، فعندهم الفترة دي بيحاولوا ان هم يمشوا امورهم بطريقة الازدواجية هنا وهنا، لكن هيفشلوا في ده لان ده مش طبعهم. فعندهم هيحسموا قراراتهم وهيتوجهوا لجهة واحدة بس اللي هم بيفكروا فيها، يعني هيرفضوا جهة ويخلوهم في جهة ايا كان اللي احنا بنتكلم عنه، سواء في عمل او اشخاص او اهل او مثلا هو متزوج. مثلا لو هنتكلم على رجل الاسد متزوج من واحده وبيحب واحده، فيحسم الامر ما بين واحده ما بينهم، وكذلك انثى الاسد. قبل ما نكمل كلامنا ما تنسوش تعملوا شير كتير لاصحاب برج الاسد، وبرج الاسد اعمل شير كتير. نكمل كلامنا. فهم عندهم حته ان هم هياخدوا قرار حاسم، وده بالنسبه لهم هيبقى قرار شويه هيكون فيه الم في البدايه، لكن بعد كده هيتعودوا عليه وهيعرفوا ان هو ده القرار اللي كان صح والمفروض ياخدوه من بدري. وسواء ايا كان القرار ده هو يعني هيكون صعب للي حواليهم او اللي حوالينه متقبلينه ايا كان، لكن انه يحسم قراره على حاجة واحدة بس فده افضل ليه هو، بدل ان هو عايش منقسم. هم في شهر مايو في فرص كتيرة لمشروع جديد او مشروع استثماري او شراكة ما بينه وما بين حد، هتسبب ليه دخل زيادة او افكار جديدة تخليه ان هو يكون شغل هو بنفسه مش شغل تحت رحمة حد. هو ده اللي بيفكروا فيه وده اللي بيسعوا فيه، وده فرص كتيرة هتلاقوها في شهر مايو من النوع ده. في كتير من اصحاب برج الاسد عندهم فرصة سفر كبيرة جدا الفترة من النص التاني من شهر مايو لحد اخر شهر مايو، فرص كبيرة للسفر. على قد ما تقدر في شهر مايو ان انت يكون عندك معنويات وطاقة ايجابية اعلى بكتير من اللي انت فيها، عشان تقدر توصل لاهدافك وتوصل لطموحك بشكل اقوى واسرع. وخلي بالك من قراراتك وفكر في قراراتك جدا، وحاول تشوف انت هتخسر ايه وتكسب ايه. خلونا نتكلم على برج الاسد في العاطفة. برج الاسد في العاطفة عندك شوية مشاكل، او عندك، انا بتكلم بصيغة عشان في كتير بيقولوا ان انت
بتكلمي بصيغة المذكر فبيسألوني عن أنثى الأسد تكون إيه أو كده. لا أنا بتكلم على توقعات، بتكلم على الاتنين، لكن ممكن تكون الصيغة في الكلام بتطلع بصيغة المذكر أيا كان. برج الأسد في العاطفة هو عنده شوية مشاكل في العاطفة. بالنسبة للناس المرتبطين أو المتجوزين عندهم مشاكل، حاسين ان هم مش قادرين يوصلوا لنقطة في التفاهم او النقطة ان هم يلتقوا فيها، يحسوا ان هم مع بعض او في شراكة ما بينهم. في خلافات دايما بتكون على اتفه الاسباب، دي بتكون ناتجة عن ان برج الاسد ما عندوش حتة الدبلوماسية، ودايما عنده قراره اللي بيبقى قراره اللي يكون صح، ما بيحاولش انه يفهم اللي قدامه قراره، هل انت وجهة نظرك عاملة ازاي. فدي بيبقى العيب شوية، معلش، بيبقى عند برج الاسد. حاولوا على قد ما تقدروا ان انتم تفهموا الشريك، لان انتم عندكم الفترة دي شوية خلافات ومشاكل مع الشريك ممكن تؤدي لانفصالات. ان انتم يكون عندكم قوة اعصاب واهدى من كده، لان انتم عصبيين جدا الفترة اللي احنا فيها دي، وممكن عصبيتكم تخليكم تاخدوا قرارات صعبة مع الشريك، والانفصال بالنسبة لكم ممكن يكون سهل. فيعني لا قدر الله احنا مش عايزين يكون يحصل انفصالات او يحصل مشاكل، فحاولوا ان انتم تكونوا اهدى من كده وعندكم قوة اعصاب. بالنسبة كمان للناس المرتبطين، حاولوا ان انتم ما تدخلوش في دائرة اللي هي الاتصالات اللي ما بينكم وبين اشخاص، وتزودوا قربكم من اشخاص غير اللي انتم مرتبطين بيها، لان هيحصل ان انتم هيكون في رقم اتنين في حياتكم، فبالتالي هتسبب مشاكل كبيرة والموضوع بيبقى صعب، يعني بيبقى ضخم. فبالتالي عشان ما تدخلوش في مشاكل اكتر، حاولوا على قد ما تقدروا ركزوا في اللي في ايديكم، ما تدخلوش في يعني حاجات رقم اتنين في حياتكم. طبعا مفهوم قصدي. كمان بالنسبة للناس اللي هما لسه ما ارتبطوش، عندهم فرص بالارتباط على بناس مش من موطنهم، ناس اشخاص غريبة عليهم، فبالتالي بيحصل اعجاب وبيحصل استلطاف وانسجام ما بينهم، ممكن يوصل ان هو يكون هو يختاروا ان هي دي تكون زوجة او ده زوج ليهم. فعندكم بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين عندهم فرصة للارتباط بناس اشخاص غريبة عليهم، يعني انتم مش عارفينهم، هترتبطوا بيهم او هتلاقوهم او هتصادفوهم في الطريق في خلال شهر مايو، هتبدأوا ان انتم تتعرفوا على اشخاص جديدة. بالتالي عندك العاطفة هتبدأ ان انت تحس ان الحب يعني اصحاب برج الاسد عندهم الحب بيحسسهم بامان وبيديهم طاقة ايجابية، فبالتالي انت هتحس بامان وبطاقة ايجابية، تحس ان انت عايز تعمل كل حاجة لان انت لقيت في حد معجب بيك وانت معجب بيه، وهيبدأ يوصل المشوار ما بينكم يكمل. فده بالنسبة للعاطفة، فدي حاجة حلوة. بالنسبة للصحة لأصحاب برج الأسد، انتم مهملين جدا 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 في صحتكم، فخلي بالكم من صحتكم، حاولوا ان انتم تعملوا كشوفات وفحوصات عليكم، ما تحاولوش ان انتم تقولوا انا حاسس اني انا تعبان او حاسة اني انا تعبانة وتفضلوا قاعدين، لا حاولوا ان انتم تسألوا على نفسكم وتطمنوا على نفسكم. طبعا احنا هنبقى نتكلم على النصائح لأصحاب برج الأسد في شهر مايو، طبعا استنوا النصائح بتاع الخاصة بشهر مايو. طبعا انا بشكركم جدا، احنا قلنا توقعات شهر مايو لأصحاب برج الأسد في عام 2019، بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، بشكركم جدا وسلام عليكم.